طيب من الاب او من الاوبجكتيفز تاعون البري اوبراتيف نيرسينج انترفينشنز اني اقلل الانكزايتي تاعت البيشنت. والانكزايتي شو سببها؟ انه فايت على اكسبيرينس مش معروف شو الاوتكم تاعها او الهازردز او السايد افكتس اللي ممكن يصير فيها خطيره. فاشي طبيعي البيشنت يكون انكشس، يكون عنده السنس اوف فير، يكون خايف. ففي عندنا بعض الانترفينشنز بنسميها كوجنيتيف كوبينج ستراتيجيز. هاي شو استخدامها؟ عشان اقلل من الانكزايتي واقلل من الفير واعطيه السنس اوف ريلاكسيشن. زبطت زبطت، ما زبطت احنا عملنا اللي علينا. ايش هم هذول الاستراتيجيز؟ اول واحد بنسميه ايماجيري، من ايماجينيشن. فايش البيشنت بصير يركز على اشي صار معه وكان يعني اشي تبسطه. كيف كان عرس ابنك؟ والله كان ما شاء الله 3000 واحد اجا وهالمناسف نزلن، هو مبسوط. وانت شو قاعد بتعمل له؟ قاعد بتعمل له دريسنج مثلا، او قاعد بتدخل له بالنيدل. هاي كلياتها شو بتعمل بالانكزايتي ليفل والفير؟ بتقللها. هاي شو بنسميها؟ ايماجري. ديستراكشن شبيهه فيها، انه بخلي البيشنتس مثلا بشغل له فيلم مستر بين مثلا، توم جيري، اي شيء هو بحبه، وتلاقيه هو مركز وقاعد بيضحك مع مستر بين وانت ماسك له هالكانيولا. ما زبطتش اول مره، رد شيل، رد احمل له كانيولا وهو خذ راحتك. المهم مبسوط على مين؟ على مستر بين، على الاشي اللي قاعد بتحضر له اياه. ممكن طبعا تحكي له ستوري تلين او انجويبل ستوري، او مثلا انه اذا حسب شو هو الهوايات تاعونه. ممكن هو بحب يسمع لا شو بسموها، او يقرا كتاب مثلا لواحد من الشعراء او اي حدا، اي مؤلفين، فممكن تعطيها. فبالتالي هو شو بيعمل؟ ديستراكشن، وانت قاعد تعمل له الانترفينشن. او حتى لو ما عملت له الانترفينشن، انت بهذاك الوقت اللي هو قبل العمليه مثلا بساعتين اعطيته كتاب يقرا فيه، شتت انتباهه عن الانكزايتي اللي هو فيها. فهذا واحد من الاوبجكتيفز تاعونا. غير هيك عندنا كمان الانترفينشن بسموه اوبتيمستيك سيلف ريسيتيشن او ريسايتيشن. كيف جماعه التنميه البشريه اللي بيطلعوا المدربين؟ انا انسان قوي، انا انسان قدها، نفس الاشي. فبصير تعطيه بعض الجمل انه يرددها. فهي اجت مع عماد فراجين لما كان بده واحد يتجوز على مرته، قال له روح قول لمرتي انا واحدة حلوة وانا مش ناقصني شيء. نفس الاشي بصير تقول له زي هيك، I know all will go well مثلا، بصير تخليه يردد هاي الشغلات الايجابية، وبالتالي بتعطيه sense of optimism انه يكون شخص متفائل. واهم اشي بصراحة هذا الموضوع، حسب طبعا شو البيشنت، شو البيليفز تاعونه، شو الباك جراوند، قران ولا ميوزك. وهي شغله طبعا مش انه انا بحكيها كشخص مسلم، كإشي مثبت علميا. كيف عملوها؟ جابوا شخص قبل العمليه، طبعا نفس نوع العمليه، نفس الخصائص تقريبا من ناحيه العمر، من ناحيه الامراض اللي معه. مش واحد، عم نحكي كتو جروبس، يعني مجموعه من هون ومجموعه من هون، وناس خلوهم عادي كيف احنا بنعملهم الانترفينشنز العاديه، والناس الثانيين سمعوهم قران. فكان الانكزايتي ليفل، كيف قاسوا الانكزايتي ليفل؟ كيف احنا بنقيس طبعا في تولز كيف البين سكيل اللي اخذناه هون، في تولز بتقيس الانكزايتي شبيهه فيها، لكن هي مش من 0 ل 10، بنساله عن بعض الخصائص، عن بعض الاتيتيودز. وغير هيك بقيسوا الكاتكلومايز، قديش في عنده مثلا قديش الهارت ريت، الانكزايتي في الهارت ريت شو بصير فيها؟ بتلاقيها مرتفع. بينما هذول البيشنت شو كان الهارت ريت؟ على الريست، على اللور ليفلز، الهارت ريت، بلاد بريشر، ريسبيراتوري ريت. فهكل ياتي قاسوها، فكان لها تاثير. طبعا زي ما حكينا حسب البيشنت وحسب ايش البيليفز وحسب البريفرنسز. انا بحب اسمع مثلا لقارئ كويس، تروح تسمعني القارئ اللي انت بدك اياه كممرض، بزبطش. واحد قرابة أحمد هليل وبحب يسمع أحمد هليل، أنا إذا بسمع، أنا إذا بكون بالسيارة وحط على ذات القرآن بطلع لأحمد هليل، بوقف بحط عم مجوز عبلاطة.
تيجي تسمعني احمد هلي قبل العمليه بالخابه، هذا نوع من التعذيب صار اسمه. فاللي بدي احكيها شو اللي بريفرنس تاع البيشنس مش تاعك انت. نفس الشيء للميوزك ماشي، وتروح انت ممرض من الجيل الجديد اللي بحب المهرجانات، واحد والمريض ختيار طول عمره بسمع لكم كلثوم وعبد الحليم، بتقول له شو اسمهم هذول حمو بيكا وابصر ايش قاعد بسمع له اياه. السلام عليكم. ضبط نعمل عمليه. كم السلام. هلا ابصر. البيشنت ادوكيشن للمرضى اللي عندهم امبيولاتوري سيرجريز. شو يعني امبيولاتوري سيرجري؟ السبب بخبط راس بالطاوله. شو يعني امبيولاتوري سيرجري؟ يعني عليك انه العمليه بتنعمل بنفس اليوم اللي بدخل فيه البيشنت وبيروح، بتكون عمليات بسيطه او عمليات مصغره. وضربنا عليها امثله مثل كولونوسكوبي، عمليات التنظير مثلا، عمليات في بعض العمليات البايوبسيز اللي ممكن تنعمل بنفس اليوم ويروح، عمليات اللامبر بانكتشر مثلا او البروسيجرز اللي بتنعمل والبيشنت بروح بروح بنفس اليوم، بيجي بيعمل عمليه بروح، او ممكن يقعد له ليله واحده بس على السريع ما بيطولش. فالبري اوبراتيف ايدوكيشن لانه ما عندنا وقت طويل او ما عندنا هذاك الوقت الكبير اللي نعمل فيه كل هالايدوكيشنز، بدي اركز على الشغلات المهمه وين تنعمل، يا بالكلينيك بالاوفيس تاع الدكتور، يا اما انا بعمل له اياها بت على التليفون قبل ما يجي. فاحنا بدنا نكون عاملين بلان لهذا الموضوع. وزي ما حكينا بدنا نعمل كومبرومايز لكل الايدوكيشنز اللي حكيناها، بدي احكي له اياها بشكل سريع. وفي الغالب هذول الناس ما انها عمليته مبسطه الكوميونيكيشنز شمالها، الريسكس والكوميونيكيشنز في الغالب بتكون قليله جدا، لكن بظلها شو مالها انفيسيف بروسيجر، ما بتأمنش يعني ما بتدري شو اللي راح يصير. بنحكي للبيشنت شو الشغلات اللي يجيبها معه، اهم شيء الانشورنس كارد والليست اوف ميديكيشنز. ليست اوف ميديكيشنز يعني ليست اوف ميديكيشنز، بكتب لي على ورقه شو الاشياء اللي بتاخذهم، كم حبه مثلا بالصبح بالليل وقديش. لا تجيب الدواء نفسه، هاي الشغل المهمة. أنا إحنا بنحكي الإشي الأيديال، بعرف شو أنا بصراحة ممكن راح تشوف لقدام وأتوقع هون، وأنا شفت إنه المريض جايب أدويته معاه من البيت وقاعد بيخفها، قاعد بيخفها في المستشفى. فهذا أول إشي يشوف فيه الريسك، شو المشكلة فيها، إنه ممكن يصير في عنا دوبليكيت للميديكيشن، يعني الدكتور كاتب له دواء ضغط لأنه براجعه، الدكتور براجع هو نفسه اللي كتب دواء ضغط عشان ياخذه في البيت، دخل عند نفس الدكتور في المستشفى فبعرفه بعرف حالته فكتب له دواء ضغط، كل ما يجي الممرض بعطيه دواء ضغط. المريض لانه ما حدا عمل له ادوكيشن، ما حدا حكى له، بفكر انه لازم كمان ياخذ الدواء اللي مشا كتب له اياه الدكتور انه ياخذه في البيت، فبياخذ حبتين هوب، ولا هو البيشنت شو ماله هايبوتنسيف. فهاي واحد من الاشياء اني بخاف انه يصير في عندي دوبليكيت للاوردرز. والشغله الثانيه شو بضمنك انه دواء، او شو بضمن شو بضمنك انه مش اكسبايريشن، شو بضمنك كيف الاستورج اللي كان البيشنت يخبيها، ممكن البيشنت كان يحطها بالثلاجه وهذا دواء مش ممنوع او ممنوع انه ينحط في الثلاجه. فالبيشنت مطالب انه يجيب الليست اوف ميديكيشنز، ما يجيب الميديكيشنز. في المقابل شو الشغلات اللي مش لازم يجيبها، الجولاريز والميديكيشنز نفسها زي ما حكينا. نحكي له البس اخف شيء اريح شيء عندك، عشان احنا مش فاضيين نلبسك ونلابس لي بنطلون جينز بالكرت مدخله فيك يعني، فاحنا بدنا اشي يكون براكتيكال على السريع. وضروري طبعا نركز او نذكر البيشنت انه يظلوا ام بي او حسب الفتره اللي حكى له اياها الدكتور، في الغالب شو بتكون اوفر نايت او 12 اورز او 8 ساعات حسب شو البروسيجر. حكينا واحد من الاوبجكتيفز تاعون البري اوبراتيف او البري اوبراتيف ايدوكيشن انه تو ريديوس الانكزايتي والفير. انكزايتي والفير لها علاقه بايش؟ بالسايكولوجيكال، سايكو سوشيال كمان. فاحنا ممكن نستخدم سايكو سوشيال انترفينشنز، بين قوسين انا شو بدي؟ سوشيال سبورت نتورك، social support network تكون عند البيشنت شو مالها تكون effective. فانا لازم عشان هيك بسأل البيشنت كم اخ لك،
ابوك وامك عايشين، متزوج ولا لا، مش عشان حابب اعرف هاي المعلومات وبس اعبي على ورق. مين بده يعطيك هذا السوشيال سبورت؟ السوشيال سبورت مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا، لدرجه اني كتبت عنه في الدكتوراه مع الفاضي. لا مش على الفاضي، كان له دور كبير في شيء بنسميه سيلف كير، حكيت لكم عنه قبل المره. سيلف كير هي الاكتيفيتيز البني ادم بيعملها عشان يهتم في حاله. في بعض الامراض كرونيك ديزيز السيلف كير بتصير بدها شغلات زياده. مثلا انا كنت مركز على الهارت فيلير، مرض هبوط القلب او او فشل عضله القلب. فالسيلف كير تاعاتهم بتتضمن مثلا انه يوزن حاله كل يوم، يقلل الصوديوم اقل من 1.5 جرام، ما يشربش سوائل كثير، يراجع الدكتور بانتظام، يراقب العلامات تاعت الاكساسربيشن نسميها او سوء حالته. ففي بعض البيهيفيرز 9 ل 16 بيهيفير لازم البيشنت يضلوا يعملها، هاي بنسميها هارت فيلر سيلف كير. انا شفت السوشيال سبورت علاقته كانت لها علاقه قويه فيها. وغير هيك في شيء بنسميه ريليشن شيب كواليتي. شو يعني ريليشن شيب كواليتي؟ طبيعه علاقه المريض بالفاميلي كير جيفر، من اللي داير باله عليه في في العيله، حتى والجندر. وقرات شفت شو الجندر، هاي معناها على الهامش. فكانت الاب بيرتاح لمين اكثر شيء؟ مين بيحب اكثر شيء يدير باله عليه؟ بنته او مرته. والام مين بتحب يدير بالها عليها؟ الابن اكثر، وبعدين بالدرجه الثانيه السباوز والبنت. فكان في اختلاف بموضوع الجندر. هسا انت لما ينقص عليك مصاري كشاب او كبنت، البنت خليها جنب، الشاب لما ينقص عليك مصاري عند مين بتروح؟ عن مين؟ عند امك. منين بيجيب مصاري امك؟ بين قوسين مين المعروف انه بيجيب المصاري للبيت؟ الاب. فالشاب بيروح على ابوه لان بقول مسؤوليته انه يعطيني المصاري. فهذا بنسميه الانسترومنتال سبورت. بينما اذا كان بده ايموشنال سبورت، من مين بده؟ والله حبيبته تركته ومقطع حاله، من مين بده يروح؟ عند امه. هذا بالنسبه للشباب. البنت بدها مصاري على ابوها، وبدها ايموشن سبورت على ابوها. فكان في اختلاف في هذا الموضوع. نرجع لمحاضرتنا. فموضوع السايكوسوشيال انترفينشن مهم جدا عشان اقلل الانكزايتي والفير. فضروري جدا انا كمان لما اتعامل مع البيشنتس اتعامل معه از ا هول. واذا بتتذكروا في ماده الانترودكشن لما حكينا عن الويلنس قلنا في لها 7 كومبوننتس، سبيريتشوال، سايكولوجيكال، اتسترا. فانا بدي اطلع على البيشنتس، مش اطلع والله هذا جاي يعمل عنده بروسيجر ويروح. هذا في له مشاعر، هذا كان خايف، هذا ممكن خايف بكره يخسر الوظيفه تاعته، هذا ممكن ما متحارب مع اهله ما حداش جاي يوقف معاه، هذا ممكن بكره هذا ختيار وين بده يروح. فكل هاي الاشياء لازم احطها في عين الاعتبار عشان اشوف شو البيشنتس نيد واحاول اني احقق له اياها. طبعا شو يعني بيشنتس نيد؟ مش البيشنتس نيد والله انا جاي على بالي عصير افوكادو بعد العمليه، لا مش هذا اللي بحكي عنه. احنا بنحكي عن البيسك نيدز اللي بتخليه على قيد الحياه. قدرت تجيب له افوكادو جيب له، طبعا ترن على المطبخ تاع المستشفى. فهاي شغله مهمه لاني اطلع على البيشنتس از ا هول، مش والله جاي يعمل بروسيجر ويروح، لا في جوانب اخرى لازم اطلع عليه. واحنا ليش دائما بنقول اكسبلين البروسيجر للبيشنتس؟ في اي لما تعلمته في الفاندمنتالز او الفيزيكال اكزام الفايف ستيبس الاولانيه، شو اول شو من ضمنها؟ اكسبلين بروسيجر. ليش؟ عشان ايش؟ عشان نقلل الانكزايتي. فانا عشان هيك بعمل ديسكشن مع البيشنتس عن السيرجيكال اكسبيرينس، قديش ممكن تقعد، شو اللي راح يعملوه مثلا، وبالتالي هاي بتقلل الانكزايتي وبتعطيه سنس اوف كنترول. تتذكر شو يعني السنس اوف كنترول؟ بالضبط، هو اللي له القرارات اللي بتتعلق في حياته، مش والله انا مخدر وانتم قاعدين بتعملوا الاشياء اللي بدكم اياها. وهي موضوع السوشيال سبورت هون، البيشنتس benefits from knowing متى الفاميلي راح يقدروا يزوروه. فهي شغله، متى اهلي بيقدروا يزوروني؟ عامل عمليه زراعه قلب،
ماشي سرعة قلب، وسرعة القلب بقعد unconscious لفترة من الوقت، فبقول لك متى أهل بيقدر يزوروني مع أنه unconscious، لكن هو شو بده يحس؟ أنه في حدا، أنه حتى وأنا مغيب أنه في حدا داير باله علي. لما تطلع تسافر شو بيتك شو بهم إنه يكون في كاميرات مثلاً أو في حارس يظل مراقب عليها، فنفس الشيء أنت مغيب بدك حدا يظل مراقب عليك، فضروري جداً إحنا نحكي له أنت بعد عملية مباشرة أول ما تطلع من الإنعاش راح أهلك يقدروا يشوفوك، فهيك البيشن شو بتقل عنده الأنكزايتي. وحكينا عن موضوع الكالتشرال سبيريتشوال ريليجيوس بليف كثير، فهي كلياتها بتساهم في تقليل موضوع الأنكزايتي والفير. برايورتي تاعتنا في الأول والأخير مين؟ patient safety، لكن أولوية العظمى إذا حكيتك إياها قبل هالمرة مين؟ our own safety. ماشي؟ هاي الأولوية. صارت حريقة في المستشفى، دائما بضرب مثال على الحريق، صار حريق في المستشفى قدرت تنقذ المرضى انقذهم، ما قدرتش افرك. ماشي؟ فهي شغلة قاعدة عندنا، إذا قدرت تنقذ الناس انقذهم، وفي إجراءات للحريق، لكن مولع قدامك كل الطريق، شو أنت كان سوبرمان مثلا بدك تفوت ما تحترقش؟ فهذا اللي بدي أقول لك إياه يعني، بس مش أول ما يطلع صير جرس الانذار ولا أنت فارق بزبطش هذا الحكي، بكون غلط جرس تاع الحريق. فدائما البريوريتي الأول شو مسميها الـ highest priority our own safety، بعدين تيجي الـ patient safety. عشان هيك مثلا متى منوقف الـ CPR؟ واحد من الكريتيريا اني اوقف الـ CPR اذا انا بحس بالتعب مش قادر اكمل، اظل نعمل CPR لحتى انجلط انا كمان وارتمي معاه. او مثلا واحد من اجراءات من الـ first steps للـ CPR اني اخذه على بيئة آمنة، بزبط انه patients ماسكيته الكهرباء واروح اعمل له CPR وهي ماسكيته الكهرباء، عشان بدل ما يعمل CPR لواحد يعمل الاثنين الى كله. فنرجع لموضوع البيشنت سيفتي، على افتراض انه احنا فاهمين انه احنا الاور اون سيفتي هي البرايوريتي، فلازم احافظ على البيشنت سيفتي. من ضمن هاي الاشياء اني اعرف شو الID تاعت البيشنت، تتأكد منه انه فعلا هذا البيشنت، خصوصا اذا بلشت تعطيه الانكزيوليتكس الادوية اللي بتقلل الانكزايتي، لانها بتصير تعمل له لايت هيدنس دراوزنس ممكن ينام، تعمل له سيديشن. استخدم الميديكيشنز بشكل كويس، اعلم البيشنت عن الالارمز، امنع الانفكشنز، وامنع الاغلاط او الاخطاء الطبية اللي ممكن تصير وتؤدي الى انجري لهذا البيشنت. موضوع النيوتريشن والفلويدز ضروري جدا اني اخلي البيشنت ان بي او، ليش؟ عشان امنع اسبيريشن. ماشي، بيشنت لما نفترض انه بيشنت مارد علينا اكل اكله اكل شو مكال او شرب اي شيء وفات على العمليه، احنا اعطيناه ماده انستيزيا تعمل على ايش بنسميه سي ان اس، وراح نحكيها كمان شوي ديبريشن. شو يعني سي ان اس ديبريشن؟ تثبيط لك كل الجهاز العصبي المركزي بين قوسين، ثبطت كل جسمك ما عدا القلب. سي ان اس بيشتغل على كل شيء ما عدا مين، وحتى بيشتغل على القلب بيعمل له برايديكارديا. فشو بيعمل بالجي اي؟ شو بيعمل بالجي اي؟ بوقفها، هذا الدواء التخدير بوقف الجي اي. فاذا كان البيشنت ماكل وكانت في عنده عصارة هضمية، شو راح يصير مع البيشنس؟ ايش بنسميه؟ اسبيريشن. شو يعني اسبيريشن؟ شرقة. الها اسمين، الها معنيين بالفاندمنتال حقيتها، يا بتكون معناها سحب، يا بتكون معها شرقة معناها شرقة او انه تفوت اشي على الايروي. من السياق بتعرف شو معناها. nothing او nil per os، نيل بير أوس، هذا خذته بالفاندمنتالز، هذا اختصار يوناني من عارف إغريقي. نيل بير أوس، مش nothing by mouth، معناها nothing by mouth بس مش هي اختصارها. NPO نيل بير أوس. طيب
عرفنا ليش البيشنس مخليها ام بي او عشان امنع موضوع الاسبيريشن. الاسبيريشن شو قلنا معناه؟ ان الشرقة يرتد ويفوت على الاير واي، وبالتالي البيشنس شو راح يصير معه اذا صار مع هاي الشغلة؟ يختنق، وبالتالي يصير عنده هايبو فنتليشن، وهو اصلا على ايش؟ على جهاز فنتليتر، لانك عامله سي ان اس ديبريشن، سي ان اس ديبريشن على مين نثبط كمان؟ ريسبيراتوري. فبعمل له هايبو فنتليشن، بعمل له لارينجيو سبازم كمان، بعمل تضيق في القصبات الهوائيه، وغير هيك اسبيريشن الاكل استريل. الاكل مش استريل، الاكل ممكن يكون فيه بكتيريا، فبالتالي اذا ارتد وفات على اللنجز، اللنجز استريل، شو ممكن يصير؟ انفكشن. شو مسمى الانفكشن تاعت اللنجز؟ نيمونيا. نيمونيا نسميه التهاب الرئه او الانفكشن التهاب الرئه نيمونيا. تمام، عرفنا ليش الام بي او. فقلنا انه هاي الام بي او بتضلها اوفر نايت او حتى فترات اطول حسب شو نوع العمليه، لكن بنفس الوقت بقدرش اخلي البيشنت شو ماله بدون سوائل، على الاقل سوائل، عشان هيك لازم اعوضه عن طريق الاي في فلويدز. والاي في فلويدز ممكن تكون بس نورمال سنين، ممكن اخلي له اياها ايش؟ مع جلوكوز عشان ما يصير معاه هايبو جلايسيميا. ان احافظ على الجلوكوز ليفل وذن نورمال رينج. طيب بالنسبه للعمليات اللي بدها تحضير للبول والابدومينال اور بيلفيك سيرجريز، قلنا زي عمليات التنظيف شو بكون الدكتور بيعطيهم شربات عشان ينظف كل الجي اي، وقلنا قاعدتهم انه تشرب المي تطلع معك مي. شو الهدف؟ ان اقدر اعمل فيجواليزيشن للجي اي. والشغل الثاني ايش؟ بديش يكون مثلا في اشي مسكر على المنظار وانا قاعد بعمل ادفانس للمنظار واعمل بيرفوريشن للانتستنز، لانك مش منظف القولون. فضروري جدا انه يستخدم الانيما واللاكزاتيف حسب ما وصف له اياه الدكتور زي ما حكينا، عشان جود فيجواليزيشن، عشان امنع اي تروما للانتستنز اذا صار تروما عادي. صح، شو الانتستنز؟ شو فيها اللي بيطلع منها اخر شيء؟ ستول. بالتالي شو فيها؟ بكتيريا، نورمال فلورا احنا بنحكي، ومن الاكل البكتيريا اللي فيها. فبالتالي اذا انت عملت بيرفوريشن للانتستنز، شو طلع كل هاي الكونتنتس على البيريتونيوم، بتعمل عند البيشنتس شو معنى انفلاميشن اوف بيريتونيوم؟ بيريتونايتس، وبالتالي هاي راح تؤدي الى سيبسس. شو يعني سيبسس؟ تعفن الدم، وممكن البيشنتس يخش بحاله سيبتيك شوك ميموت. بعض المرات ممكن يعطوه انتبيوتيك عشان نقلل الانتستينال فلورا. شو يعني الفلورا؟ مش بس معديه، هسه انتستينال فلورا الثنتين هذول كلمتين معناها جراثيم معديه، بس الفلورا لحالها شو معناها؟ بكتيريا تكون شو مالها بينيفيشال، لها فائده في المكان الموجود فيه. اذا انتقلت لمكان ثاني شو بتعمل؟ انفكشن. ففي عندنا احنا نورم بالانتستنز مثلا بالجي اي، في عندي بكتيريا بتساعد على موضوع الهضم، ولها دور في الاميون سيستم، بتحارب اذر بكتيريا، الاذر بكتيريا والاذر مايكرو اورجانيزمز. لكن اذا صار في عندك بيرفوريشن طلعت من مكانها راحت على البريتونيوم، او واحد صار معه اسبيريشن طلعت وفاتت على الاير واي تاعت اللنج، شو عملت عنده؟ عملت له نيمونيا او عملت له انفكشن. عرفنا شو الفلورا هي؟ في انواع من في عندنا بكتيريا موجوده على الجلد، على السكن، هاي شو مالها؟ عملت لي مشاكل، هي نورمال فلورا وهناك قاعده. لكن صار عندي جرح فاتت البكتيريا، شو راح يصير؟ انفكشن. عرفنا شو يعني الفلورا. فبعض المرات ممكن هم يعطوا انتبيوتيك على اساس اذا صار عندي اي انجري كونش في عندي فلورا تنتقل لمكان ثاني وتعمل انفكشن. السكن
لازم اعمله preparation والهدف عشان اقلل من البكتيريا بدون ما اعمل اي injury او اي breakdown للسكن. فممكن يقولوا للpatients يصرفوا له مثلا دكتور يصرف له antiseptic agent ونقول له ضلك غسل مكان العملية. بنيجي بنحكي له مثلا احنا بنعمل لك عملية استئصال للجول بلدر، فهذا مكان عملية هون نرسم له إياها، ظلك كل يوم استخدم من هذا المحلول، نصفر إياها من الصيدلية لمدة أسبوع، كل يوم لمدة أسبوع قبل العملية بظله يغسل مكانها عشان أقلل إيش البكتيريا. إذا كان في هير ما أسب أجيه الموضوع، الأصل ما نشيله إلا إذا ممكن يعمل لي مشاكل في الهيلينج بروسس، يدخل بالجرح مثلا او مش عارفين احنا نعمل عملية نفتح وفوت الهير. فهون بهيك حالات شو بعمل له؟ شيفينج ولا كليبينج؟ شو يعني شيفينج؟ خلينا اول شي نفرق ما بين شيفينج وكليبينج. شيفينج شو معناها؟ احلقه بالشفرة، بينما كليبينج باستخدام بالضبط الكتريك ريزر، مكينة كهرباء. فشو احنا بنعمل؟ شو قلت؟ كليبينج بالضبط. فهذا هو الخيار كليبينج، بينما الشيفينج is no longer recommended. في حدا يعني في الغالب لما تعمل شيفينج تستخدم شفرة، هاي شارب ممكن تعمل جرح وبالتالي الريسك اوف انفكشن بيزيد. سؤال عن الهامش سي بي ار، راح تاخذوها بعدين ان شاء الله سي بي ار. هسا جهاز السي بي ار اقول لكم انسى وش خربت كل انسوا، كنت بس بدي اقول لكم الموضوع هذا حساس شوي بالسي بي ار، بس لقدام ان شاء الله بتنشرح. قال لقدام عندنا عندنا شباتر لقدام، خلص ان شاء الله نتذكرها. بس هاي النقطه طول. طيب ايميديت نيرسينج انترفينشن، قبل ما انقله على غرفه العمليات، رنوا علينا غرفه العمليات قالوا لنا جيبوا لنا اياه. شو لازم اعمل مباشره قبل ما انقله؟ اشيك على التشيك ليست. ايش هي التشيك ليست؟ التشيك ليست بتكون زي هاي، تكون فيها بعض المعلومات لازم نعبيها. شو الايتيمز، شو اللاب ريزلتس، اخر لاب ريزلتس مثلا، وين السيرجيكال سايتس، محضره ولا لا، اتسترا. فمن الاشياء المهمه كمان في هاي التشيك ليست انه البيشنتس لابسوا الجاون، اذا كان عنده دينشرز اشيل له اياها، جولاريز الاشياء الثمينه اخبي له اياها بمكان امن. ضروري البيشنت شو اعمل له؟ فويدنج او البول امتينج، روح الحمام يا عمي اذا في انك حاس في اي شيء روح، او حتى لو مش حاس روح الحمام، واذا في اي شيء هناك بيطلع معك. ممكن او مش ممكن، او اذا الدكتور قال لنا اعطوه بعض الميديكيشنز بنسميها بري اناستاتيك ميديكيشنز، وهي هدفها في الغالب عشان اقلل من الانكزايتي او اعمل له سيديشن. اللي بتقل الادويه اللي بتقلل من الانكزايتي شو اسمها؟ انكزيوليتك، انكزيو من انكزايتي، ليتك محلل، شو صفه شو صفه معناها؟ بشيل الانكزايتي. وفي الغالب هاي شو بتعمل؟ سيديشن. شو يعني سيديشن؟ تنويم. سيديشن معناها تنويم مش انستيزيا. انستيزيا شو معناها؟ تخدير. سيديشن تنويم. سواء واحد عملت له سيديشن نومته بحس بالوجع؟ بحس. هسه وانت نايم واحد شمطك كف ما بتصحاش عليه؟ بصحى بحس. بينما الانستيزيا مش لو انك شمطته كف، لو بيعملوا عمليه قلب مفتوح بحس وبصحى وهو مش داري عن ايش وشو اللي صار جواته. فنرجع لموضوع البري اناستاتيك ميديكيشن، قلنا ضروري انه البيشنتس انه يعمل فويدنج قبل ما اعطيه هاي الميديكيشنز، لان هاي الميديكيشنز كمان ممكن تستخدم انها تعمل مصل ريلاكسنت. فاليوم مثال عليها، فاليوم. الفاليوم ليش؟ واحد عنده ديسك وعنده عضلات متشنجه بيعطوه فاليوم لانها بترخي. لكن شو بنقول للبيشنتس بدي ياخذ فاليوم؟ ممنوع تسوق، لان شو بتعمل له؟ دراوزنس، ببلش يدروخ، لايت هيدنس. فبالتالي انا البيشنتس اذا اعطيته هاي الادويه الانكزيوليتكس والسيديتد والسيديتيف قبل ما يروح الحمام، والله قال هسه بعد ما اعطيته الدواء بده يروح الحمام، شو ماله الشاب مدروخ
شو ممكن يصير معه؟ فوت على الحمام ولا هو واقع وصير معه انجري. فاحنا كنا مشكلة صرنا مليون مشكلة. وطبعا الحق عمين دائما الفول تاع البيشنت التنبيه لمين بيجي؟ للممرض. عشان هيك شو بنقول للبيشنت؟ الله يرضى عليك روح الحمام حتى لو مش حاس، روح اقعد بالحمام فكر في الموضوع وارجع وبعطيه البري اناستاتيك ميديكيشنز اللي هم حكينا السيداتيفز والانكزيوليتيك. وهذول بنعطوا في الغالب من 15 ل 20 دقيقه قبل ما انقل البيشنت للاو ار، لا قبل ما انقله على العمليات. اذا اعطيناه في القسم البيشنت شو لازم يضله؟ في السرير، ولازم ارفع له السايد ريلز عشان ايش موضوع ايش ما يوقع ما يصير له فولينج داون. بيخطي بده ياخذ دوره خط يا جماعه، في حد بيعطي دوره خط؟ فولينج داون قلنا بسبب ايش نهايه الميديكيشن شو بتعمل؟ دراوزنس، بتعمل لايت هيدنس. وضروري جدا طبعا نجهز الاوراق والدوكيومنتس اللي بدنا ناخذها على غرفه العمليات زي البيشنت فايل وزي ايش الكونسنت فورم دياجنوستيك تيستس واي نوتس احنا عملناها اكزامينيشن قبل العمليه. بعدين بنقول للبيشنتس لغرفه العمليات او لقسم العمليات. العمليات مش غرفه واحده، عمليات شو بتيجي؟ غرف، قسم، فهو قسم. في عندنا ايش بنسميها البري سيرجيكال اريا، وراح كمان شوي نحكي عن بالسلايدات اللي بعدها راح نيجي نحكي عن قسم العمليات مكون من 3 زونز. شو يعني بري سيرجيكال اريا؟ نفترض وانا قال انا قال قال بس خطي السيء والرسم عندي اسوء. نفترض انه هذا قسم العمليات، هذا الكرادور تاعه وهاي الغرف، ماشي؟ هاي غرف العمليات نفترض. هون الباب تاع غرفة العمليات في بتلاقي في منطقة لجوا حاطين عليها خط احمر. انا كممرض من القسم بدي اودي البيشنت تاعي لوين مسموح لي افوت؟ لا بهاي المنطقة بس. بوقف فون السرير، بتلاقي في سرير ثاني تاع غرفة العمليات بننقل البيشنت عليه، بروح بسحب سريري وبطلع. مسموح لي اني افوت؟ لا. فهاي هي ترانسبورتينج بيشنتس لوين؟ للبري سيرجيكال اريا. بيشنتس عليه بنقوله؟ بزبطش ولا اجي اقوده حاط ايدي بيده واقول له يلا تعال معي مع انه مصحصح؟ ضروري يا على بيد او على ستريتشر. من نحاول نحسن كومفورت عشان نقلل موضوع الانكزايتي. اذا البيشنتس متمدد واحنا ماخذينه، والله شفت اليوم شو صار في العمليات، انقطعت الكهرباء، انقطع خلص الاكسجين عنه، متمدد ماخذ على العمليات يا زلمه. هذا كان في عندي طالب سنه رابعه بقول لي هاي اول سنه تعينت فيها كمدرب سريري هون في الجامعه، يعني اصغر مني بسنه كان، انا تعينت مباشره. فبقول لي والله ولا عمري ركبت كانيولا. قلت له يا زلمه هسه بخليك تركب كانيولا. رحت سالت المريض، بقولوا لي في مريض كبير بالعمر ومن الصريح من اربد، هذول طبعا لسانهم صليط ما شاء الله صريح، بده كانيولا، غيروا له الكانيولا. جبت الطالب اسمه حمزه، قلت له تعال معي يلا اعمل له كانيولا. اجا شو بنعمل؟ طلع الشبل له دخل، جمعت له انا الادوات والله، يلا تعال معي. مد ايد البيشنت، ربط له التورنيكيت. عمي قل بسم الله واحد الله يا عمي. قال له انت شو بدك تعمل لي؟ قال له روح. قلت له عشان هيك ولا عمرك ركبت ولا عمرك راح تركب. فمن بدنا ندير بالنا من ايش؟ من الانبليزنت ساوندز والكونفرزيشن، خصوصا للبيشنت انت معطيه انكزيوليتك، هاي بتاثر عليه ايش قلنا؟ تعمل له دراوزنس، فممكن يفسرها بطريقه ايش؟ خاطئه. قلنا البيشنت سيفتي هي البرايورتي بعد الاور اون برايورتي. فاحنا بدنا نحافظ على كل او بدنا نعمل كل الانترفنشنز عشان انه نتاكد انه البيشنت سيفتي از مينتيند. مثل اعرف الايدنتيتي، اتاكد من ايدنتيتي، السيرجيكال بروسيجر ماشي اموره تمام، والسيرجيكال سايت جهزناه زي ما بده الدكتور. اذا كان في فاميلي فاحنا نشوف شو الفاميلي ناقصهم، نشوف نخلي لهم ويتنج اريا الاصل المستشفى، الا طبعا اذا كانت عمليه طويله 12 ساعه. ومع ذلك الفاميلي
يعني بيستنوا لو حتى 12 ساعة. نظلنا نحكي مع الفاميلي مش نطنشهم 12 ساعة، خصوصا طبعا نعملهم ري أشورانس، لكن دير بالنا من موضوع الفولس ري أشورانس. شو يعني فولس ري أشورانس؟ يعني ابنهم صار معاكم لكيشف العملية ومات، تطلع الحمد لله أمور ابنكم تمام، وتسحب حالك تغير اللاب كوت وتفل. شو أول نيرسينج انترفينشن لما تصير طوشي بالطوارئ؟ تشلح اللاب كوت وتعمل حالك مع الناس الثانية وظلك فال. شو البريوريتي قلنا؟ أور أون سيفتي، ولا لك دخل في الموضوع. فعرفنا شو موضوع الفولس ري أشورانس؟ بدناش نعطيهم أي معلومات خاطئة. لكن وين متى بتبلش الأنكزايتي؟ عند الأهل إذا صار في عنده موضوع ديلي، إذا صارت أخرت. إحنا كنا قايلينهم العملية بتقعد ساعتين، صارت ساعة والله على الخمس دقائق، على الدقيقة غير الجننوك الأهل. شو صار؟ ليش تأخرتوا؟ تقولهم مثلا إنه صار إحنا لقينا كنا متوقعين إنه الورم 2 سنتي، طلع الورم 5 سنتي، فواجهتهم شوية مشاكل عشان يوصل. احكي لهم شو اللي صار بالضبط. لكن شو بنستخدم؟ calm manner، يعني أسلوب هادئ نطمنهم، مش يكسروا عليك الدنيا والله فينكم مات السلام عليكم تعال وين والله غير تلحقوا. شو دخلوا؟ والله الأهل لما في بعض أهل لما يموت لهم قريب، والله إذا لقوا عامل نظافة غير يقتلوه، والله ما بتفرق معهم. طبعا الله يعين كل واحد يعني بهيك حالات، فإحنا لازم نكون متفاهمين ونحاول زي ما حكينا نستخدم calm manner. بالنسبة للإلدرلي يا جماعة، إذا كان البيشنس تاعنا إلدرلي واليونج كمان، لكن إحنا ما إنها مادتنا أدلت، فإحنا بيشمل لنا الإلدرلي. في شيء بنسميه الفيسيولوجيكال ريزيرف. شو يعني الفيسيولوجيكال ريزيرف؟ احتياط تاع الجسم. شو يعني أنا أو مش الاحتياط كيف بدي أقولها؟ مثلا أنا الهارت تاعي على الريست شغال ما شاء الله عنه 60، بدي اياه بحالات الاكسرسايز يشتغل كويس عشان تميت الميتابوليك نيدز تاعت الجسم. هذا بنسميه الكاردياك ريزيرف، يعني قديش القلب قدر يشتغل في وقت الاسترس، قدر يحقق الميتابوليك نيدز تاعت الجسم. هاي كمان تنطبق على كل الاورجانس. شو سميناها؟ فيسيولوجيكال او فيسيولوجيك ريزيرف. لما انت صرت بحالة ستريس كان جسمك قادر انه تميت الميتابوليك نيدز بهذيك الحالة. فهذول جماعة الالدر اللي شو مالهم؟ عندهم less physiological reserve، فبالتالي بيقدروش يتحملوا عمليات لفترات طويلة مثلا. وهاي حكينا عنها عن موضوع الكارديك ريزيرف. فبالتالي بالضبط، او حتى ممكن ما يتحملش عمليه كلياتها. فالكاردياك ريزيرف شو بيمثل؟ انه البيشنت الهارت تاعه مش قادر يعمل بومبينج اكشن في حالات ايش؟ لما كان مش انا ما بقصد في الاسترس النفسي، الاسترس على الجسم انه بدي زياده الميتابوليك نيدز مش قادر يلحقها، بنسميها هاي الكاردياك ريزيرف. وصاروا يستخدموها كمان لتشخيص حالات الهارت فيلير. شو يعني هارت فيلير؟ اللي هو هبوط عضلة القلب أو فشل عضلة القلب. والله هو صاحي في مصطلح نسميه إيجكشن فراكشن، هو الأكثر شيء يستخدم لتشخيص الهارت فيلير. إيجكشن فراكشن أموره تمام، لكن لما يروح يركض شو ماله؟ الكارديك ريزيرف شو ماله؟ مش إنف، فبالتالي بقوله هذا عنده هارت فيلير. فصاروا يستخدموا الكارديك ريزيرف كمان لبعض المرات عشان تشخيص الهارت فيلير. فالكارديك ريزيرف بالأول والأخير له دخل بإيش؟ الكارديك أوتبوت، وبالتالي هذا له دخل بايش؟ بالبيرفيوجن. صح، الكاردياك اوتبوت هو له، هو المسؤول او هو البيرفيوجن بين قوسين. فاذا ما في عندي بيرفيوجن للليفر وللكبد وللفايتال اورجانز، البيشنتس ات ريسك انه يصير عنده مالتي سيستم اورجان فيلير، انه يصير في عنده فشل في اعضاء الجسم خصوصا الحيويه، وبالتالي المورتاليتي ريت تكون عالي، ممكن يموت.
حكينا زي الكيدنيز الليفر الجي اي الريسبيراتوري كلياتها ممكن تتاثر ويصير فيها كومبرومايز. هاي اول شغله حطوها في عين الاعتبار. الشغله الثانيه الجماعه الكبار ممكن يكون عندهم شمال الفات تيشو اللاير تاعتها تصير ثينر وبالتالي معرضين اكثر لموضوع التمبريتشر تشينجز خصوصا الهايبوثيرميا. هاي اكثر شيء الناس بتعاني منها بالعمليات بثلج هايبوثيرميا لانها اصلا البيئه تاعت العمليات واحنا بنضلنا نعطيه فلويدز. غير هيك الجماعه الكبار بالعمر بسبب تغيرات اللي لها علاقه في العمر على المينتال كاباسيتي تاعته على السلو ريفلكسز اللي بتصير معاه فانت ممكن تضطر انك تشرح له الامور اكثر من مره عشان يقدر يستوعبها او انك تشرح له اياها بطريقه بسيطه خصوصا على موضوع الريستريكشنز. ضلك ذكروا فيها عمو ممنوع تقوم اعطيتك الانكزيوليتك ضلك نبهه ضلك قاعد جنبه لانه ممكن ينسى ويرد يقوم وبالتالي اذا صار معاه فولينج داون قلنا بصير عندنا مشاكل. في الجهة المقابلة إذا كان البيشنت أوبيز أوبيزيتي في له مصطلح ثاني مسميها بارياتريك بيشنت خصوصا إذا كان عندهم البي أم آي أكثر من 30 فهذول آت ريسك. تخيل عنده واحد أوبيز كثير بطن عنده كبير الفاتش كثير كبيرة هذا شو بيعمل بريشر على الأبدومين فإذا احنا عملنا عملية جوات الأبدومين معناته الجرح بسبب البريشر شماله ممكن يفتح شو هذا المصطلح بنسميه ديهيسنس فتح الجرح بنسميه ديهيسنس طلعت منه الامعاء يلا يا فاندمنتلز ايش هذاك الفتاق فتاق بدون عمليه ديهيسنس اند افيسيريشن افيسيريشن لما يفتح الجرح وتطلع الاعضاء منه ماشي فديهيسنس اجيت على جرح لقيته بس فاتح هذا شو مسميه ديهيسنس بينما جيت على جرح لقيته فاتح وطالع منه الاعضاء شو مسميه ايفيسريشن فهذول الجماعه الاوبيزيتي بسبب الانكريز انترا ابدومينال بريشر معرضين يصير عندهم ديهيسنس ايفيسريشن خصوصا نحن قاعدين كمان شو قاعدين بنعلمهم كافينج اكسرسايز الواحد لما يقح شو بده يزيد انترا ثراسيك بريشر وبالتالي الديافرام وين راح يضغط على الابدومين واذا كان عامل عمليه ان كان في الابدومين ولا في الشست ممكن يفتح عشان هيك شو بنعمل لهم نقول لهم اعملوا سبورت او سبلينتينج فهي اول شغله بنخاف منها الديهيسنس غير هيك بنخاف من موضوع الوند انفكشن لان الاوبيزيتي مرتبطه في الدي ام ومرتبطه في اميون سبريشن تثبيط جهاز المناعه غير هيك قبل شوي حكينا انترا ابدومينال بريشر في ضغط عالي وكمان هذا بيرجع لوين على الديافرام فالواحد بيقدرش ياخذ نفس هذول الناصحين بيقدروا يناموا بدون مخده بيختنقوا فهذا بصير معهم هايبو فنتيليشن خصوصا لما يصير معهم او لما يكونوا نايمين على السوباين بوزيشن وممكن يصير معهم سليب ابنيا ايش يعني سليب ابنيا سليب بالضبط توقف النفس هم نايمين بصحوا ما فيش نفس طبعا لازم نعرف شو اسبابها الناس اللي عندهم ديسابيليتيز ان كانت منتل او فيزيكال هذول بنحاول نعطيهم الاسيستيف ديفايسز حسب شو الديسابيليتي اذا كانت مشكله بالسمع ولا بالنظر نعطيهم الاسيستينج ديفايسز اذا كان واحد عنده منتل ديسابيليتيز او منتل ريتارديشن فاحنا بنحاول نعمل موديفيكيشن بالإدوكيشن بظبطش اجي اقول لواحد عنده منتال ريتاردد يعني شنو منتال ريتاردد يعني التطور العقلي تاعه اقل من نظرائه اللي في السن عرفت بالمصطلح اتوقع بسموه تخلف العقلي تخلف العقلي مش معناها تخلف مش مسبه يا جماعه هذا دياغنوس عن اللي بنفس العمر فاحنا هنا شو بنعطيه ايدوكيشن زي البقيه بخليه سمبليفايد يعني بخليه ايش مبسط وبحاول اعطيهم كل الاسيستنس اللي هم بيحتاجوها في البوزيشنينج او بالترانسفير هاي عاده موضوع الامبيولاتوري سيرجريز
قلنا بتنعمل عملية بنفس اليوم، ممكن البيشنت يطلع بنفس اليوم أو ممكن يظل يوم واحد ليلة واحدة ويروح. Do not require، حتى كاتبين do not require overnight، خلص نفس اليوم بيروح. سموها عنا هنا day case، day case أو قسم day case، بيجي بعمل عملية وبروح. أمثل عليها cataract surgeries، إيش هي الكاتاراكت؟ المي الزرقاء، بيجي بعملها وبروح نفس اليوم. breast biopsy، بأخذ عين خزعة من الصدر مثلا لتشخيص الأمراض، أو مثلا عمليات التنظير البسيطة بيجي بعملها وبروح. قلنا احنا لازم نكون ايش، نشتغل بسرعة، نعمل assessment بسرعة، نعمل education قبل ما يجي مثلا، ونبلش planning of discharge نفس قبل العملية مباشرة. وين بده يروح هذا البيشنت؟ عبيته، عبيت بنته، عبيت ابنه، على الهوم كير، على بيوت العجزة. وكمان ننسق موضوع الفولو اب. في حالات الامرجنسي سيرجريز، شان امرجنسي سيرجري، انت مداوم في الطوارئ، اجاك حادث سير، في نزيف، البريض مكسر، على السريع بده عملية، فهي unplanned. غير هيك ما فيش عندي اي تايم للpreparation، ما بقدر ايش، لازم نحضره صح، مش ما بقدرش، لازم احضره صح غصب عنا، مش زي اي مريض ثاني، مش زي البلانت سيرجري، والله بكره بدي اعمل لك عمليه قلب مفتوح، لا، هذا جاي هسه قلبه كلياته متوقف لانه عنده جلطه، هذا هسه بده عمليه قلب مفتوح، ففي فرق. فاحنا كنيرسز اول شيء لازم نكون مالنا كالم، احنا نفسنا مش نتوتر. انا مثلا كل صح، واحد من الاشياء أخذناها في المقدمة، كل واحد acknowledge his own limitation، يعرف شو النقص اللي عنده أو الحدود تاعته. أنا زلمة بنعجق بسرعة، أنا لو تم يدفعوا لي 1000 ليرة بالشفت الواحد بشتغلش بالطوارئ، أنا زلمة معجوق بقدرش. فالواحد شو لازم، إحنا بهيك حالات شو لازم نكون calm. والأنكزايتي شو مالها؟ معدية contagious، فأنت بتتعدي اللي حواليك كلاتهم بنعجقوا من وراك. احنا بدنا نكون calm مع البيشنت، مع التيم ممبر، مع الفاميلي، عشان نكون افكتيف as much as possible. بنعمل كويك سيرفي، عشان كويك سيرفي طبعا بنعمل اكسبوز لكل البيشنت عشان بدي اطلع عليه بشكل سريع وين اماكن التروما. يكون لابس فايت ايش ببطنه مثلا، طبعا ما انه فايت ومسكر مكان البليدنج احنا مش شايفينه، فاحنا لازم نكشف عن كل شيء، نعرف وين اماكن التروما. هاي بنسميها كويك سيرفي عشان ايدنتيفاي اول سايتس اوف انجري. اذا كان بيشنتس انكونشس، بنحاول ناخذ الانفورمد كونسنت وبعض المعلومات المهمه مثل الالرجيز من مين، من الفاميلي ممبرز. اذا ما في نتوكل على الله، نقول ربنا يسترها معنا. فالاكسبكتد اوتكمز او بينجو سين الجولز تاعونا من كل البري اوبراتيف كانت اني اقلل الانكزايتي والفير، واخلي البيشنت يفهم شو السيرجيكال انترفينشن، شو اللي بدنا نعمل له اياها، واعطيه الايديوكيشن عشان ما بعد العمليه. في نقطه ضروريه نسينا نحكيها عن البرياتريك بيشنتس، هون حكينا هاي من الريسك، هم لهم ريسك، كمان واحد من الريسك لهم شو؟ بريشر، يعين عليك بيد ألسرز بالضبط، ناصحين كثير، ففي وزن ضاغط على البونين بروميننس، على النتوءات العظمية، فبالتالي هم معرضين يصير عندهم بريشر ألسرز. مش مسحة كداش ساعة؟ 9 بريك للتسعة وخمسة، مش تعملوا زي مبارح 9:05 ببلش بالسلايد اللي بعدها. استنى شوي، استنى استنى استنى.